صباح الخير. رح نتحدث الآن عن موضوع مهم جدا خصوصا للأطفال والأمهات. رح نحكي عن الزواج المبكر. جمعية إنقاذ الطفل دائما بمشاريعها بتهدف لإحداث يعني تغيير فوري وأيضا مستدام بحياة الأطفال. رح نحكي عن المشروع اللي كانت مرحلته الثانية ب8/9 وتفاصيل الحفل وكيف بنقدر بالفعل نرسخ فكرة الابتعاد عن الزواج المبكر اللي أكيد رح يضر بالعائلة الأردنية أولا وتحديدا الأطفال. معنا منال الوزني. صباح الخير. صباح الخير. المديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الطفل، أهلا وسهلا فيكي. وعبير زيادة مديرة البرامج في الجمعية، منورينا وأهلا وسهلا فيكم. يعني أنتوا أكثر من مرة كنتوا باستضافتنا وبسطنا دائما متابعة جمعية إنقاذ الطفل اللي من الـ74 يعني بدها تعمل فرق بحياة الأطفال، وللأسف يمكن هلأ صار دوركم أكبر وأصعب لأنه عم بيكون في تحديات جديدة طرأت على مجتمعنا الأردني. قبل ما نحكي عن تفاصيل الحفل، هيك نبذة سريعة عن الجمعية ست منال. أول شيء بدي أشكركم لاستضافتنا ببرنامج دنيا يا دنيا، ويعني هاي إحنا طلعنا أكثر من مرة على البرنامج. بهمنا طبعا الإعلام يكون معنا دائما عشان نوصل الرسالة الصحيحة للمجتمع. اللي بدي أقوله أنه طبعا جمعيتنا تأسست سنة 1974 برئاسة سمو الأميرة بسمة بن طلال. الجمعية تعنى بحقوق الأطفال، بحقهم في البقاء والنماء والعيش الكريم. من هون تنطلق جميع برامجنا، وزي ما قلنا من 1974 يعني احنا لهلا صار عمر الجمعيه 40 سنه. احنا طبعا محتفلين ان شاء الله السنه ب 40 سنه للجمعيه. حق الطفل، احنا اذا بنرجع لموضوع حق الطفل، حق الطفل في العيش الكريم، في حمايته من العنف، في التغذيه السليمه، في الصحه السليمه. من هون احنا بدينا نعمل كجمعية، وجمعية عالمية. الجمعية طبعا هي جمعية بالأصل تأسست ببداية القرن الماضي وفي بريطانيا، يعني Save the Children Jordan أو جمعية إنقاذ الطفل هي العضو العربي الوحيد اللي موجود من أعضاء 30 لجمعية إنقاذ الطفل العالمية. يعني إحنا بنمثل كأنه قاعدين مش بس الأردن، أيضا الوطن العربي. نعم. دوليا بموضوع كيف نقدر ننقذ الأطفال. البرامج متعددة يعني وكلها لمصلحة بالنهاية الأسرة الأردنية والطفل تحديدا. يعني آخر أو أحدث البرامج كان عن الزواج المبكر، 8/9 كان الحفل. مزبوط. لا إحنا بسنا نحكي على البرامج اللي إحنا منغطيها كجمعية. يعني إحنا عنا برامج في التعليم زي ما تفضلت ست منال انه من حق الطفل حق في التعليم، فكل برامجنا بتغطي حق معين من حقوق الطفل. ففي حق، ففي تعليم، وفي عنا الصحة والتغذية، وفي عنا في تسهيل سبل العيش، وبرضه والحماية من والحماية. هلا الحماية هو اللي جايين نركز عليه اليوم. الاحتفال اللي صار تحت رعاية سمو الأميرة بسمة اللي هي برضه رئيسة المجلس، مجلس الإدارة في جمعية إنقاذ الطفل. طبعا الـ 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 الحفل هو كان اختتام المرحلة الثانية للمشروع تبع حماية الطفل بالتركيز على الزواج المبكر. بتحبي أحكي لك على المراحل ولا بتحبي أحكي لك على الحفل؟ على كل شيء. بس بداية أنه شوي أنا استغربت فكرة أنه بالحفل الحفل موجه للأطفال. نعم. يعني إحنا لما نحكي عن زواج مبكر للأطفال، إيش بتحسي الرسالة الممكن توصل؟ يعني احنا بدنا اول شيء نفهمهم على حقوقهم، يعني انه انت حقك في اللعب، حقك في التعليم. يعني ما يعني لا يسمح لاحد انه ياخذ هذا الحق منك، لانه انت لساتك طفل. لما تكبر بحق لك الزواج بعد عمر 18 سنه، لانه انت بهذا العمر لسه ما بتقدر تعتني باطفال، صحتك لسه يعني لساتك صغير جسديا او يعني ما يعني للحمل، للولادة يعني، وللعناية بالأطفال، وبنفس الوقت ما في وعي كافي لهذا الطفل. صح. فطبعاً إحنا أول شيء حرمنا الطفلة من التعليم. تخيلي إنه أنت لما تحرميها من التعليم، الطفلة هاي إيش الجيل اللي كمان رح تنشئه؟ فأنت كمان بدك تفكري بالجيل اللي كمان جاي. فما بدك تفكري بس بالطفلة نفسها، بدك تفكري كمان بالأجيال القادمة. بالنهاية حلقة مكملة، يعني حلقة مش بتوقف. نعم. عند شخص واحد. نعم. للأسف. إشي إحنا كتير منحب نركز عليه اللي هي مشاركة الأطفال زي ما تفضلتي. يعني إحنا عنا المسرحية كتبناها بمساعدة الأطفال، إخراجها بمساعدة الأطفال. فالأطفال
نضل لهم يعني بنحقق لهم انه بنعطيهم صوتهم. فاحنا جزء من اهدافنا كجمعيه مشاركه الاطفال حتى في القرارات، يعني احنا دائما بننسى راي الاطفال، ومرات بتستغربي انه عندهم طاقات. عندهم طاقات وعندهم أفكار. رأي وعندهم أفكار. صح، يعني مرات إحنا يمكن بنهمل إنه نحكي للطفل إنه هذا هو حقك، بس لما نحكي له ونوعيه عن حقوقه بيصير هو يمكن أوعى، بيصير يطالب فيها وبيساعد بيخلينا مزبوط. نحكي. يعني إحنا عنا أطفال مرات بيحكوا مع بيحكوا بيشكوا، بيحكوا مثلا عنا خدمة مكتب خدمة الجمهور بيحكوا بيشكوا إنه أبوي ما بوديني على المدرسة مثلا. لما تعطي لما تعطيهم الوسائل إنه يقدروا يطالبوا حتى بحقوقهم، انه بيحكوا مع جمعيه زي جمعيتنا، انه نحاول نحقق لهم مطالبهم. لما نحكي عن المراحل، هالمرحله الاولى كانت 2013 بمخيم الحسين، وهلا المرحله الثانيه. المرحله الثانيه احنا الحفل كان اختتام للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه كانت في مخيم الوحدات ومخيم ماركا. هلا احنا ابتدينا المرحله الثالثه، والمرحله الثالثه بتشمل المفرق والرمثا وعمان. نعم حلو تمام. هاي المناطق كيف بتحسي يعني توجيه رسالة متعلقة بالأطفال والزواج المبكر؟ صار عندنا يعني قاعدة أساسية، خلينا نحكي من الوعي نقدر ننطلق منها. طبعا هلا احنا بنستهدف الأطفال وبنستهدف أهالي الأطفال، وبنفس الوقت بنعمل مع المجتمع المحلي. حلو. يعني احنا بنحاول نعمل يكون شغلنا مستدام. فرسالتنا حتى لما نوصلها للمجتمع المحلي، المجتمع المحلي ممكن يكمل هاي الرسالة. صح. وبنفس الوقت الأهالي ممكن برضو تشارك هاي الرسالة. والأطفال اللي منوصل لهم برضو بيشاركوا بين بعض الرسالة. يعني في المرحلة الثانية والأولى وصلنا لأكثر من 9300 شخص في التوعية بالنسبة للزواج المبكر. تمام. يعني أنا إذا بدنا نحكي نسب، وهون يعني صح. أنا بحتاج توضيح منك أنه يعني المفروض كل ما تقدم فينا الوقت احنا نكون على وعي اكثر، نتحضر اكثر. لكن بال2012 18% نسبه الزواج المبكر، اذا نحكي هلا 2014 الربع الاول من 2014 زادت 32%. نعم. يعني ليه هذا الرقم عم بيزيد؟ واضح انه اولا طبعا زي ما قلنا اللجوء السوري كمان اثر علينا. احنا بدنا نبتدي من هون. موضوع الحل الاقتصادي اثرت علينا، مرات قله الوعي كمان اثرت علينا. طبعا حسب ما بتعرفي القانون الأردني لا يسمح بالزواج للشاب أو الفتاة أقل من عمر 18 سنة، ولكن بحالات استثنائية يحق لهم ذلك. يعني والظاهر أنه الحالات الاستثنائية كتار. فيعني لما نوصل 32% بالربع الأول من العام، هذه كانت حسب دراسة منظمة اليونيسف. وكمان إحنا عملنا دراسة يعني مؤسسة إنقاذ الطفل النرويجية عملتها بالمخيمات الفلسطينية، ولوحظ ازدياد الزواج المبكر. الزواج المبكر بنقول أول شيء هو عنف ضد الطفل. ملاحظ أنه الزواج المبكر الأطفال يعني بيعانوا. يعني إحنا المسرحية لما عملناها كانت كتير مهم بالنسبة لنا توصل الصوت للطفل، يعني من الطفل للطفل. يعني إذا بتحضري المسرحية بتكون الرسالة عم بنقولوها الأطفال لقرنائهم، يعني عشان أقرب أقرانهم بتكون. يعني طبعاً. كأطفال، فهن اللي كانت حتى الحضور كانوا أطفال. يعني كتير مهم الطفل هو اللي يوصل الرسالة. يعني إحنا من درسه ومن علمه، ولكن إذا يعني اللي هي بنسميها إحنا peer to peer، يعني من طفل للطفل هو اللي بوصل. طبعا الرسالة. بتوصل. طبعا بنشوف صور ست منال على الشاشة عن الفعالية. هذا وين؟ بالاحتفال. أيوة، كان في كلمة يعني كنت بشرح عن موضوع البرنامج وعن الزواج المبكر. في كمان نرويجية، سفارة نرويجية. طبعا هو البرنامج بدعم من السفارة النرويجية ومن مؤسسة إنقاذ الطفل النرويجية. شايفة الأطفال يعني هذا المسرحية. هاي المسرحية كانوا على بنا إنه تزوج، وهي الحمد لله كان هي ابتدت القصة بطفلة نايمة، فالحمد لله هي بتنتهي إنها حلم مزعج، بس هي بتحلم إنها للأسف بيكون واقع بحياة بعض الأطفال. مزبوط. فهي الأهل يعني بجزء الضغط من الأهل إنها تتزوج، وبتتزوج وبعدين بتصير حامل، وجزء من الحمل هي ال جسديا انه الطفله ما بتتحمل تكون ام، وما بتتحمل انه تكون لا حامل، لا نفسيا ولا جسديا. طب عبير، انت تعاملتي يمكن مع الاطفال طبعا، كيف بتحسي هاي التجربه؟ تجربه الزواج المبكر ممكن تسمو الاميره بسمه كمان بالاحتفال. طبعا هي القت كلمه
وكانت مع الأطفال يعني حكت معهم وسمعت لهم. هذا الدرع اللي أنتم شايفينه هذا الدرع الأطفال عملوه وأهدوه لسمو الأميرة بسمة كمان من صنع الأسلام. حلو هم مشاركين بكل يمكن الجوانب بالاحتفال. لما تحكي عنف يعني في مؤخرا دراسة صادمة كانت صادمة للكل. جداً. يعني أنا عم بقرأها ورجعت أقرأها مرة تانية مش مستوعب الرقم إنه بالأردن نسبة الأطفال المعنفين بتفوق 80%. هذا الرقم قديش صادم لكم؟ أنتوا عم تحكوا عن إنقاذ طفل وقدي مرتبط أيضا بالزواج. إحنا بصراحة يعني إحنا لما شفنا الدراسة منقول يعني في قوانين في الأردن تحمي الطفل ولكن مش منفذة هذه القوانين، وفي قوانين بتبرر العنف مرات حسب العرف الاجتماعي. حسب العرف الاجتماعي فإحنا كمان يعني تبرير العنف كمان مش مقبول. فلازم يعني مو بس انه نعمل قوانين وأنظمة ولكن كمان نطبق ونفعل هاي القوانين والأنظمة اللي موجودة. طبعا احنا الأردن وقع ب 1991 على اتفاقية حقوق الطفل وهاي الاتفاقية يعني مش كتير ناس بيعرفوا عنها. حتى يعني صانعي القرار في كتير يعني مرات ما بيعرفوا ايش يعني حق الطفل. فيعني لازم احنا نرجع نوعي عن هذا الموضوع وهذا من برامجنا. يعني احنا في من برنامج اللي عم نشتغل عليه سلامتك سلامتي اللي انطلق منه كمان مشروع الزواج المبكر هو بيعرف الاطفال على حقوقهم وبيعرفهم كيف انهم يقوا حالهم من العنف. يعني احنا بالنهايه بنشكر دائما جهودكم ولكن بزعجنا انه القانون موجود انه ممنوع نزوج احنا تحت سن 18 لكن دائما في مبررات حالات دايماً. خاصه او حسب العرف الاجتماعي. وبنعرف انه دائما برامجكم يمكن انتم موجه لهذه الحالات الخاصة انه ما في حالة خاصة بتخليك تسلب براءة الطفل او الطفلة لانه انتم كمان حكيتوا لي في اطفال صحيح؟ طبعا يعني هلا الطفل ممكن يكون الطفل متجوز طفلة مش بالضرورة يكون فارق العمر. يعني مرات الناس بتتصور الزواج المبكر هي طفلة متزوجة شخص كثير اكبر منها بالسن وهي مش بالضرورة مش دائما صحيح يعني. طبعا يعني احنا بنكون يمكن بافضل حالتنا النفسية والجسدية والعمر المناسب وترباية الطفل بهاي الاجواء صعبة جدا فكيف يعني لأطفال بظروف أيضا يعني اجتماعية صعبة. شكرا لوجودكم وحب أعرف منك بالختام إذا في مشاريع راح تكون مقبلة أو برامج مقبلة. طبعا إحنا يعني حماية الطفل هي من أهم المشاريع اللي موجودة عنا فإحنا جزء منها الزواج المبكر بس في منها كتير بتتعلق عن حقوق الطفل بشكل عام. يعني زي ما حكيت منال عنا وسيلة من درسها للأطفال اللي هي وللأطفال وللأهالي وللمجتمع المحلي كيف الطفل يحمي نفسه وكيف يتعاملوا مع الطفل بطريقة إيجابية. مش دائما العنف ومش دائما الصياح ومش دائما الضرب هو الحل. وحقوقهم في التعليم، حقوقهم في اللعب، حقوقهم ضد الاستغلال، ضد العنف. ايش الخطوات اللي ممكن نعملها سايبر التعليم يعني حتى على الانترنت يعني برضه يعني في عنف برضه في تنمر اللي بيسموه التنمر. مزبوط. برضه التنمر والحمايه حتى في داخل المدارس من العنف والتنمر برضه مشكله كبيره. يعني مهمه اكيد مش سهله لكنكم قدام. نشكر دائما حضوركم معنا منال الوزني المديره التنفيذيه لجمعيه انقاذ الطفل. شكرا لك وعديره زياده مديره البرامج. شكرا لكم.